George. Tutaj. انا قلت الكولكشن كوميشن قد ايه؟ 1% والسيرفيس تشارج 500. 1% من ايه؟ من ال 200,000. يبقى هنقول ايه؟ 1% multiply 200,000 يعني كام؟ كام؟ 2000. 2000. يبقى احنا هناخد من العميل 2500. طيب اهو. يبقى bills for collection, bills for collection ب200,000, واخدنا من الكاستمر collection commission and service A charge. لحد دلوقتي في مشكلة؟ كلكم عملتوها كده؟ طيب البيلز دي بقى بكام؟ ب200 منهم بيلز 150 و50. دول اونرد ودول ديس اونرد. احمد هشام من المبلغ كله هو البنك اللي ملوش دعوة ايه اللي اتحصل وايه اللي ما اتحصلش, هو بياخد من التوتال. ده اللي اتحصل وده اللي ما اتحصلش, صح كده؟ يلا قولوا لي. نمسك الجزء اللي اتحصل الاول. هنقول ايه؟ البنك هياخد 150,000, هياخدهم كاش ويحطهم في حساب العميل. يبقى هنا ايه؟ اكتب هنا ايه؟ كريدت كارنت اكاونت كاستمر. مش احنا حصلنا للعميل مش احنا حصلنا للعميل بيلز ب 150؟ خلاص يبقى لازم ايه؟ نكنسل بيلز ب 150. يبقى هنقول ايه؟ بيلز فور كولكشن كاستمر, وهنا ايه؟ بيلز فور كولكشن 150 150. تمام. طيب بالنسبة لمشكلة الفيفتي بقى اللي مش هيتحصلوا, يلا قولوا لي عملتوا فيها ايه؟ الفيفتي ساوزنت اللي مش هيتحصلوا, ها الفيفتي ساوزنت اللي مش هيتحصلوا عملتوا فيها ايه؟ لا البروتست 2% بس, 2%. طيب البروتست هتتاخد منين؟ البروتست هي مصاريف القانونية لعدم تحصيل الكمبيالة. يبقى طبيعي ان هي تتاخد من الفلوس اللي مش هتتحصل, ده طبيعي صح كده؟ فالبنك انا مديله الاوثورايزيشن ان هو ياخد الليجل اكشن, يبقى هيدفع البروتست فيز وبعدين يحمل هني ويقول لي اتفضل الايه البيلز بتاعتك اهي, انت بقى ايه كمل وخد كمل الاجراء القانوني بتاعك. يبقى البنك هيدفع بروتست فيز, بروتست فيز 100% من ال 50,000 الكمبيالات اللي مش هتتحصل. يبقى هنقول ايه؟ يلا قولوا لي. يبقى هندفع بروتست, يبقى هنقول ايه؟ بروتست فيز وكاش. تمام ده دابت وده كده. هنضرب ال 50,000 اللي هي uncollected bills multiply 1% هيطلع 1000, وبعدين نحملها على العميل. هنقول للعميل هاتها,
هات الألف هناخدها منين؟ من الكرنت اكاونت بتاع العميل. يبقى هنا ايه؟ كريدت كرنت اكاونت ألف، ونلغي البروتست فيز اللي هم الألف. ليه ألغي؟ ليه البروتست فيز دابت وبعد كده هجيبها كريدت؟ لأن دي مش مصاريف علي أنا كبنك، دي مصاريف العميل. فكأني من الأول بقول إيه؟ أخدت الكرنت أكاونت عشان أنا دفعت لك الألف، تمام؟ البروتست فيز دي لازم ألغيها مرة دابت ومرة كريدت، لأن دي مش مصاريف علي أنا كإيه؟ كبنك، دي مصاريف على مين؟ على العميل. طيب يبقى الألف هنعمل ايه؟ هناخدها من الحساب العميل اهي، وارجع له كمبيالاته بقى عشان يكمل اجراءه القانوني. بنقول ايه؟ ايوه، نقفل ال50,000 اللي هم الكونترا اكاونت. يبقى هنقول هنا ايه؟ بيلز فور كولكشن كاستمر، هنا بيلز فور كولكشن. اتنين في المية صح يا كيرو، انا اسف، البروتست فيز 2% مش 1%، معلش. وبعد كده نلغي الكونترا ايه؟ الكونترا اكاونت. طيب يبقى ده في حالة ان البيل اتحصلت، وفي حالة ان البيلز ايه؟ مش هتتحصل. خلاص عرفت ان هي 2% مش 1%، حقكوا عليا، انا اسف، انا اسف. طيب صعب الكلام. لا يا بس يا بسمة، خليكي ماشية ستيب باي ستيب كده زي ما انا مشيت. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حالة تانية. بسمة بعتت لي دلوقتي البي دي اف للفرق ما بين الاوراق التجاريه، نزلها لهم يا بسمة على الجروب. هو الحل تاني، علشان الناس قالت لي الحل تاني، وكده كده في البي دي اف اللي هنزله الحل اوريدي موجود. تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم عن نقطه تانيه. لو انا هبعت البيلز عشان تتحصل من بنك تاني، يعني هعمل سندنج البيلز دي للكورسبوندنت عشان تتحصل، ايه اللي هيختلف؟ لا يا منى، اعمله زي ما انا عامل كده. طيب لو انا هبعت البيلز دي للبنك علشان تتحصن، من كورسبوندنت، يبقى هنقول ايه؟
عنده حساب وانا حصلت منه كمبيالات، يبقى هناخد من حساب البنك التاني ونحط في حساب العميل بتاعنا ونكنسل التو كونترا اكاونتس. طيب لو مش هتتحصل يبقى هنكنسل التو كونترا اكاونتس لو انا قايل للبنك ما تاخدش اي ليجل اكشن. طيب قولوا لي بقى، لو انا قايل للبنك لو ما لقيتش العميل ده ما عندوش حساب خد الليجل اكشن، ايه اللي هيحصل؟ هندفع احنا كبنك، هندفع البروتست فيز وناخدها من العميل ونكنسل الايه التو كونترا اكاونت. تمام، يلا قولوا لي نمشي مع بعض كده واحده واحده. هبعت بيلز للبنك عشان تتحصل. بصوا هعمل لكم الايه الفرق كده ما بين تلاتة البيلز. خلينا كده خالص، هنبعت البيلز للبنك تتحصل. if bills were sent to a correspondent to be collected. لو هنبعت الكمبيالات دي للبنك عشان يحصلها لنا، يلا نمسك حالة حالة. لو كمبيالات اتحصلت، لو ما اتحصلتش وانا مش قايل له don't take any، وانا قايل له don't take any legal action. لو ما اتحصلتش وانا قايل له خد undertook the legal action، ايه اللي هيحصل؟ ايه الفرق ما بين التلاتة؟ واحد، يلا بعتنا كمبيالات للبنك عشان تتحصل، يبقى قولوا لي نعمل ايه. bills for collection for collection بس الكاستمر ب10,000 جنيه مثلا. هناخد من العميل ده الكولكشنز تشارج، يبقى هنقول ايه من الكرنت اكاونت بتاع العميل هناخد كولكشن كوميشن وسيرفيس تشارج مثلا 100 جنيه و50. حلو كده. بعدين هبعت البيلز دي للبنك التاني عشان يحصلها، يبقى نقول ايه البيلز بقت مع البنك التاني، يبقى نقول ايه بيلز كولكتد نفس الشيكات بالظبط بس هي مع الايه، وهنا بيلز تو بي كولكتد. حلو كده. الكورسبوندنت بعت لي نوتيفيكيشن ان العميل اللي انت بعت لي عليه كمبيالات ده عنده حساب، عنده رصيد، وبعت لي نوتيفيكيشن ابروفل ان انا اخدت او العميل ده اودع القيمه بتاعت البيل، فاسحب، اديت لك الابروفل اسحب من حسابي وحط في حساب العميل بتاعك. خلي بالكم من حاجه بقى، طيب نكمل مع بعض يلا. يبقى هنقول ايه current اكاونت، هناخد من حساب مين ونحط في حساب مين؟ يلا قولوا لي. وهنا كارنت اكاونت الاولاني مين والتاني مين؟ كارنت اكاونت كارنت اكاونت، كريدت كريدت، ها ده بتاع مين وده بتاع مين؟ برافو عليك اي طارق. تمام، يبقى من الكرنت اكاونت كورسبوندنت لكرنت اكاونت كاستمر، يعني انا اخدت من الكرنت اكاونت بتاعت الكورسبوندنت للكرنت اكاونت بتاعت الكاستمر. تمام، ونكنسل التو كونترا اكاونتس.
تمام، يلا نكنسل الكونترا اكونتس. يبقى نقول ايه؟ بيلز فور كولكشن كاستمر، بيلز فور كولكشن. تمام، والتاني بيلز تو بي كولكتد، بيلز تو بي